أبنشدك يا ولد، أبنشدك عن خيمة حمراء فيها جلدة أريدها حق الجمال حق أبا خالد العفوي. ويحك ويحك يا نرمان، أين هي جلدة البقرة التي أوصيتك بها؟ هل حلبت الناقة؟ أين هو عنتر؟ عاد عنترنا غير عن عنترهم. إيه كاملة اسمها كاملة، بس كاملة بأمرت خالد التان. يا هلا شيبوب ابن قناص إلى المعسكر. أبوي الحين كله حلو، آخر شيء أجيب بدليات كله منك. فيتو وين؟ يا حلوها، انت شنو اسم مال انتي؟ خلاص اسمك من اليوم ورايح ماري. سمعي ماري، ابيك الحين تطفين المطبخ كله من إله، وابيك تعيدين توزيع اثاث البيت كله، وابيك تطبخين ريوق حق الفريج كله، وغدا حقنا وحق مصاله، وعشا حقنا وحق كامله في بريطانيا. يلا جلدي يلا جلدي، ها من عند اكشن. كات لحظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من تلثوميات مع تلثم. أحييكم أنا ومساعداتي غناتي حبيباتي اللي ما أقدر أستغني عنهم. تدرون الإنسان مع تقدم الحياة والعمر يحتاج من يساعده في أداء الأعمال اليومية وسرعة إنجازها، لهذا السبب وجدت العاملات لهذا الغرض. تروح المكتب عشان تجيب عاملة للمنزل، يعطيك المكتب 70 طلب غير المبالغ اللي لازم تدفعها عشان يفكرون يجيبون لك العاملة، مع انتظار 3 شهور. وبعد هول الانتظار والمعاناة تجيك العاملة وتشرف اسم الله عليها، تدش البيت وتخسر وتقول لك انا ما يربي اهال، انا ما يعرف يطبخ، انا ما ينظف حمام، انا ما يغسل ملابس. عمتي ايش رايش نطبخ لك ونغسل ملابسك بعد ونزوجك عمي؟ ولا تجيك شحالاتها ورده ما تعرف تتكلم كلمتين عربي، بعد شهرين تقلب وتصير انسانه ثانيه، تلاقي واحده من الايران وازتها عليكم، تحط ريل بالسما وريل بالقاع وتقول لك سفرني ولا اشتكي عند السفاره، وتطير العاملة الجميلة وتطير معاها بيزاتك. أبويش فيني؟ فيت وان؟ زينة المكان قاعد يصير حر، عشان كذي قاعد أطق خيط وخيط. محمد القناف يقول أحب الحرارة، ما تشوفني لابسة لحمر. فيت وان؟ صراحة بعض العاملات ما يدلامون يعاملون أصحاب البيوت بهذه الطريقة، لأن بعض ربات البيوت ما تعامل العاملة على أنها آدمية، تأذيها أذية العالمين. تقوم من النوم مستشرة تطلع حرتها بالعاملة والبيت، فجأة بتغير أثاث البيت وتعيد توزيع الضربة صاحبة النظرة الثاقبة. ثاني يوم تقوم على أساس تبي تعلم العاملة طبخة، تسوي 99 خطوة بالثانية، ما في أي عقل بشري ولا آلة يستوعب إيش قاعدة تسوي، بعدين تقول واي غبية ما تفهم. هذا غير كلامها اللي حتى هي نفسها مفاهمته، بس طبعا الكل غبي وهي العاقلة الذكية الصاحية. ومن تحس ان العاملة عندها وقت فراغ تتشنج، تحوشها حساسية، يطيح شعرها، تخترب بشرتها، وتقعد تدور اي شغلة تكرف فيها العاملة. هذا غير زوجها وعيالها اللي قاطين كل مهامهم على العاملة، تنظف البيت كله وتغسل ملابسهم وتطبخ لهم وتربي خلودي الصغير وتوكل قطاوتهم وتنظف فوق تحت، كل هذا وتقول ما ادري ايش عندها طول اليوم، ماكله شاربه وماشيه ايدها بالطوفه الى زبث. ولما تنحاش العامله تحتر، تقول انا مدللتها تسوي فيني كذي؟ الا ذالتها ذل ومطلع لها قرون ومكرهتها بالحياه. هذا غير السواقين مساكين اللي ينكرفون الليل والنهار، يحوس بالشارع بهالحر، بعدين تعطيه لسته شتائم واوصاف بالغباء وهي اللي مدوخته. مسكين هالسايق مشغلته سايق لها ولهلها ومندوب حق مشروع بنتها اللي ما حد يطلب منها ولا ترد على الزباين. يا جماعة الخير، العمال والعاملات أمانة عندنا، خلونا نتصرف بإنسانية مثل ما احنا عندنا أهل، هم وهم عندهم أهل يصرفون عليهم مساكين، وهذا اللي احنا نبيه. ماسحة فيهم القاع وقايل انباع ما حنين وحنيته، مو معقولة فدوى أروح أنا